السمنة مرض مزمن يصيب أكثر من 2 مليار شخص في العالم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وهذا اليوم ويانا ضيفنا عبر الهاتف الدكتور عبد القادر ويس، أخصائي الجراحة العامة وعلاج السمنة. صباحك ورد وسعادة يا دكتور. صباح النور، صباح الخير لكم للسادة المشاهدين تلفزيون الفجيرة. سعيد أن أكون معكم بهاليوم المهم هذا، ونحن اليوم أسعد. العالمي للسمنة يلي تغير من أكتوبر لأربعة مارس، والسبب أنه تكون الجهود كلها متضافرة وموحدة للتوعية بهالمرض. مثل ما ذكرتي حضرتك، اتفقنا نحن هلأ أنه خلص البداني صارت عبارة عن مرض صحيح أو متلازمة ومرتبطة فيها مجموعة من الأمراض اللي نحن إذا عالجنا فيها البداني ممكن أنه نتخلص من طيف الأمراض هاي. صحيح دكتور، تعد السمنة من أكبر المشكلات الصحية فعلا في العالم، وينظر لها على أنها وصمة العالم الحديث، ولكن ما هي أسبابها الرئيسية برأيك؟ السمنة بس بداية ما هي مشكلة صحية وبس، صارت مشكلة اقتصادية كمان لأنه تكاليف علاجها ومشكلة أيضا اجتماعية فيها. نعم. العديد من المشاكل المرتبطة ويا بعضها. نعم، وتكاليف علاجها وتكاليف الأمراض المتعلقة فيها مكلف جدا، يعني صار في ميزانيات بتفوق مليارات الدولارات. صحيح. لعلاج السمنة. أسباب السمنة هي عبارة عن نمط حياة سيء. نعم. بالدرجة الأولى السمنة شائعة بالمجتمعات المتقدمة والمجتمعات الثرية يلي خلينا نقول أنه نوعية الغذاء فيها متنوعة بكثرة، نوعية الغذاء فيها مصنعة، ونمط الحياة بيتطلب أنه تكون في عنا نحن حركة قليلة. نمط الحياة السيء هو السبب الرئيسي لحدوث السمنة، بالإضافة لبعض الأمراض الثانية، بعض الأمراض الوراثية، بس نسبتها بتضل قليلة مقابل السبب الرئيسي واللي هو نمط الحياة السيء اللي بيؤدي إلى حدوث السمنة. دكتور، أكيد يحتاج هذا المرض منا جميعا للتصدي له، وهو وسيلة اجتماعية. برأيك ما هي الطريقة الوقائية من هذا المرض؟ الوسيلة الوقائية هو الشيء اللي أنتم حضرتكم عم تقوموا فيه، اللي هو التوعية. أنا برأيي أنه ما المفروض أنه يكون نحن موضوع التوعية بموضوع البداني هو سنوي، المفروض أنه يكون في عنا ندوات ومحاضرات وبرامج تذاع بشكل مستمر، ما نحكي فيها عن السمنة كمظهر جمالي أو مشكلة اجتماعية، نحكي عنها كمشكلة صحية، لأنه في عندي أنا أمراض كثير مثل ما حكيت أنا متعلقة فيها، ارتفاع التوتر الشرياني، نقص التروية القلبية، الداء السكري وما يتعلق به من اختلاطات، في عندي العقم، في عندي تنكس المفاصل، يعني طيف واسع كبير من الأمراض متعلق بالبداني. فلذلك تسليط الضوء على هالمشكلة الصحية هي أو على هالمرض هذا اللي نحن هلأ يصنف بالبداني تصنف كمرض، تسليط الضوء بشكل متكرر والحديث عن اختلاطاتها أو عن المشاكل المتعلقة بالسمنة هو السبيل الأنجع أنه نحن نوصل بالأخير لمستوى ثقافي ووعي. صحيح. بالإضافة للقيام الفعاليات أو خلينا نقول الجهات الحكومية والشعبية بفعاليات للتوعية، وخلينا نقول أنه زيادة المجهود، لأنه نحن مجتمع كسول أصبحنا، زيادة المجهود الحركي اللي ممكن أنه كمان يساعد بهالموضوع. صحيح دكتور عبد القادر، يعني في بعض الأحيان ممكن فعلا أن يعني نلتزم خلينا نقول بنمط صحي غذائي علشان بس نسوي دايت علشان لخسارة وزن معين، وهو يمكن السبب الرئيسي. أول ما نخلص نزول الوزن اللي نحن مقررين أو هدفنا بنزول الوزن، نوقف الدايت ونعود لحياتنا الطبيعية بنظام غذائي سيء جدا. كيف لنا أن نهتم بالنمط الصحي والحياة الصحية وأن نلتزم فيها؟ هذه المشكلة، أنا نلتزم. نعم نعم نعم، الالتزام هو المشكلة الكبيرة، الكوميتمنت. نحن بنطلب المريض دائما حتى بعد إجراء العمليات الجراحية لمعالجة السمنة، بنطلب منه الالتزام بنمط الحياة الجديد اللي نحن عم نقترحه عليه، والسبب طبعا أنه نحن نحافظ على نزول الوزن اللي خسره المريض بعد العمل الجراحي. العمل الجراحي هو عبارة عن خطوة كثير كبيرة بننقل فيها المريض من خلينا نقول انه الوزن السيء والبداني اللي والامراض المتعلقه فيها لوزن خلينا نقول اقرب ما يمكن للطبيعي او للمثالي، بس الاستمراريه هي مسؤوليه المريض. نعم. طبعا الاختصاصيين موجودين هلا، يعني نحن حوالينا ما في مشفى، ما في كلينيك، ما فيها طبيب تغذيه او اخصائي تغذيه، طلب المساعده واجب بهيك حالي. يعني إذا نحن ما قدرنا أنه نحافظ على هالاستمرارية هي، ممكن طلب المساعدة أنه
يخلينا نحن انه نحافظ او يغير لنا شوي بنمط الحياه تبعنا لنقدر انه نحافظ على نزول الوزن، وبالتالي بنحافظ على الاستمراريه. دكتور يعني اغلبنا ممكن نشوف ان الطعام او الغذاء هو الاساس في هذه المشكله، فالطعام الصحي ليس مجرد نظام صحي او تغيير لنظام حياتنا، فهو ايضا ثقافه. كيف لنا دكتور ان نكون مثقفين باهميه هذه الحياه الصحيه دائما، وليس فقط عشان نتخلص من الوزن الزائد، لان نفس ما ذكرت هي مشكله صحيه اكثر. هلا موضوع الثقافه الغذائيه موضوع انا برايي صار سهل. كلياتنا هلا بنعرف نحن شو هو الاكل الضار وشو هو الاكل الصحي. كل الاطعمه حاليا هلا الموجوده بالاسواق مكتوب عليها المحتويات تبعيتها مع السعرات الحراريه، الدهون الموجوده فيها، الكربوهيدرات الموجوده فيها. نحن لازم نصير نبدا بقراءه هالملصقات هي او خلينا نقول هالمعلومات هي ونختار يلي بناسبنا. صحيح. على كل الاحوال يعني الموضوع ما هو موضوع معقد. نحن وقت نقول للمريض انه التزم بدايت او التزم بريجيم ما معناته انه هو يحرم حاله، هو عباره عن تنظيم لعدد الوجبات وتنظيم للكميات بالوجبات ومحتوى الوجبات بنفس الوقت. يعني ما بالضروره انه انا مثلا انه والله عامل جراحي او مثلا متبع الحميه انه انا ما اكل حلويات، لا انا باكل حلويات على سبيل المثال، وهي هاي المشكله الكبيره، مشكله اكل السكر. صحيح. باكل حلويات ولكن بكميات وباوقات منتظمه. صحيح. دكتور في اشخاص دوم نسمعهم يقولون نحن يزداد وزننا بشكل فظيع وانا كليت مره واحده البارحه. مشكلة فعلا أن الواحد يأكل مرة واحدة في اليوم وليس أن يقسم الوجبات على 5 أو 6 وجبات صغيرة. خبرنا أكثر عن هذا الموضوع، وهو الموضوع الذي فعلا يؤدي أيضا لزيادة الوزن وتراكم الدهون، وأيضا الذي يؤدي إلى السمنة. طبعا موضوع الوجبة الواحدة في اليوم هو موضوع خاطئ، فكرة خاطئة تماما، خاصة إذا كانت الوجبة هي متأخرة وكمية كبيرة. صحيح. وتحتوي كمية كبيرة من السكر. حاليا المتفق عليه انه نحن اذا بكون في عندي وجبات منتظمه بمعنى افطور وغدا وعشاء، وفي عندي مثلا 2 سناكس بيناتهم، يكون في عندي انا وجبات خفيفه بين الفطور والغداء وبين الغداء والعشاء، هذا هو النظام الامثل لخساره الوزن. موضوع الوجبه الوحده بخلي في عندي انا نظام هرموني معين يتفعل بعد تناول الوجبة، والإنسولين بميل هون لما لأنه يحرق، بصير في عندي أنا لا تخزين للسكر، كمية السكر الكبيرة اللي هي عم تفوت بهالوجبة هي على شكل دهون. فلذلك منلاقي أنه نحن الوجبة الوحدة ما بتفيد، خاصة مثل ما حكيت إذا كانت كبيرة ومحتواها عالي من السكر ومن الكربوهيدرات. نعم. أو من المواد النشوية. نعم. فلذلك أنا اللي بنصح فيه دائما أنه يكون نحن في عنا فطور غداء عشاء، ممكن نتخلى نحن عن وجبه العشاء ويكون في عندي 2 سناك. هيك الوظيفه الهرمونيه يلي مسؤوله عن موضوع انه والله حرق الدهون وحرق السكر وهالامور هي كلها عم تشتغل بشكل منتظم، ما عم نحملها فوق طاقتها وخليها انه هي تحول السكر لدهون. اكيد دكتور، بجانب يعني الدايت او النظام الغذائي الصحي، متى يحتاج المريض فعلا للتدخل الجراحي لمساعده نفسه انه يعيش حياه صحيه وايضا سليمه؟ الجمعيات الوطنية والعالمية التي تعنى بالسمنة صار في عندها معايير صارمة حددت فيه استطبابات لجوء المريض للعمل الجراحي أو اقتراح الطبيب للمريض اللجوء للعمل الجراحي. في عندي معادلة بسيطة هي معادلة مشعر كتلة الجسم يلي بقسم فيها أنا الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالكيلو، وبيطلع عندي رقم. هالرقم هذا إذا كان 35 فما فوق فالمريض مرشح انه يعمل عمليه انقاص الوزن. اذا كان 35 ومعاه مرضين متعلقين بالبداني، واذا انا عملت العمليه ممكن انه يشفى المريض من هالمرضين هذول، المريض مباشره بكون هو مناسب للجراحه. او تكون كتله الجسم فوق ال 40 من دون وجود اي مرض، كمان المريض مرشح للجراحه، بس بشرط كثير اساسي انه المريض يكون تابع مع طبيب التغذيه لمده 6 اشهر وفشل انه هو بانقاص الوزن تبعه او بتغيير نمط الحياه تبعه.
صحيح دكتور عبد القادر، يعني تحدثنا بشكل تقريبا شامل عن موضوع السمنة، ولكن هناك بعض خلينا نقول الأشخاص اللي يمكن عندهم نحافة شديدة، ولكن يوم ينظرون إلى أنفسهم ويوم تسمعهم يقولون نحن نعاني من مرض السمنة، ويمكن وزنهم المثالي هو أقل من المثالي حتى. خبرنا أكثر عن هذا الموضوع وكيفية علاج هؤلاء الأشخاص اللي يعانون من نحافة شديدة ولكن ينظرون إلى أنفسهم بأنهم بدينين. طبعا مثل ما حكيت حضرتك انه نحن بنصادف مثل هيك اشخاص مثلا بالممارسه اليوميه نحن عندنا بالعيادات، غالبا انا بوجههم للدعم النفسي، يعني المرضى هدول بوجههم لعند اختصاص التغذيه، واخصائي التغذيه بكون عم بيساعدني بهالموضوع هذا، انا بكون شرحت لهم شوي انه لا الفكره خاطئه عندكم، وطبيب التغذيه بكفي معاهم. صحيح. المشكله هي انه ما زال البعض ينظر إلى البداني على أنه هي شكله بس. البداني لا، نحن البداني اللي عم نحكي عليها هي البداني المرضية اللي مرتبطة فيها مجموعة من الأمراض واللي ممكن أن تؤدي فعلا لمشاكل صحية وخيمة بالمستقبل، قد لا تكون قابلة للعلاج أو بكون علاجة معنب. المريض اللي بكون في عنده استيميشن أو تقدير أنه هو بدين، نحن بنحاول انه يعني نجلس معاه قدر الامكان وقت اطول ونشرح له الفرق بين البداني وبين الشكل. صحيح. وانه كيف هو المفروض انه يعني يتابع وضعه وحالته بعيدا عن فكره انه والله انا شكلي بدين. يعني نحن يعني وقت بيجي لعندي المريض انا بنظر لكتله الجسم، انا ما بنظر للشكل. هاي الشغله كثير مهم المفروض انه يفهمها المريض. نامل دكتور في هذا اليوم فعلا ان السنه الجايه تقل نسبه اكيد البدينين في العالم العربي والعالم اجمع. كنت ويانا عبر الهاتف الدكتور عبد القادر ويس، اخصائي الجراحه العامه وعلاج السمنه، شكرا لتواصلك اليوم معنا في هذا البرنامج وعلى النصائح الجميله. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. وانت بالف خير ويومك سعيد. شكرا.